شيء مهم. بدي تقرير مفصل من طبيب شرعي بسرعة. حاضر. خير سيدي، اكتشفتوا شيء؟ وين عقالك يا عبد الجبار اغا؟ بالبيت، نسيت حطه سيدي، الغدا جاهز سيدي، بتأمروا تتغدوا؟ وبعدين يا سيد حاتم؟ هذا كل اللي عندي. طيب شو القصد من الإدلاء بهيك معلومات؟ بصراحة أنا رجل مدرك وبحترم العدالة. علماً أنك راجع جديد من المدينة. علمتنا المدينة يا سيدي أن نكون متعاونين. وكل هالمعلومات جمعتها بهالكم يوم اللي رجعت فيهم على الضيعة؟ الحياة علمتني انه اسمع واحفظ كل شيء. على كل حال شكرا لك يا سيد حاتم، وباي وقت بتحتاجوني انا جاهز بخدمتكم. ان شاء الله ما بنحتاجك الا للخير. طيب بالاذن، السلام عليكم. وعليك السلام. شو رايك؟ محتار مثلك. محتار مثلي؟ بس انا بقني محتار. أنا كل ما في الأمر عم أربط الخيوط في بعضها. شو بكي صفاء؟ ما بعرف. امبارح طول الليل ما نمت. شو شفتي شي منام مزعج؟ قلق يا منير، قلق. معك حق. اللي صار بالضيعة بهالكم يوم مو معقول أبداً. أنا خايفة على سعيد. شو علاقة سعيد باللي صار؟ ما بعرف، قلبي ناقصني وهي صار لي يومين ما شفته. وغازي كمان إذا قرب أو حكى كلمة لا أطلع بروحه. تجاهلي ولا تلتفتي. خير سيدي. التقرير عم بيقول انه صابر مات مخنوق وفي اثار ضربه خلف راسه.
يعني كان في معركة. معركة أدت لموت صابر. طيب مين في له مصلحة بقتله؟ كتار يا ملازم أحمد، كتار. يلا معي. لوين سيدي؟ لمضافة عبد الجبار، وهات تياب صابر معك. هذا عقالك يا عبد الجبار؟ لا سيدي. وهذا؟ لا لا، بس ممكن تفهموني شو القصة. شوف يا عبد الجبار، نحن لا يمكن نقدر نكتشف القاتل إلا إذا تعاوننا مع بعض. شو؟ صابر مات مقتول وأنا ضمن دائرة الشك؟ بس ما تنسى بإني أنا الآغا. كنت آغا، وكل أهل الضيعة ضمن دائرة الشك لغاية ما يظهر القاتل الحقيقي. أنا تحت تصرفك سيدي. تعرف القتيل منيح يا عبد الجبار؟ طبعا سيدي، من أول ما إجي على الضيعة وسكن فيها. يعني بقدر بفهم منك أنه صابر مو من أهل الضيعة؟ نعم، إجا من حوالي 20 سنة تقريبا أو أكثر. طيب خلال هالمدة هي اختلف مع حدا؟ لا أبدا، كان الكل بيحبوه سيدي. أكيد يا عبد الجبار. ما فهمت شو بتقصده سيدي. أنت مالك على خلاف مع صابر؟ أنا سيدي مين هذا المأذي اللي بدي ورطني هيك ورطة؟ بعدين ليش لأختلف معه؟ شو المصلحة اللي بتربطني فيه؟ مو أنت اللي كنت تموله بالمبالغ لحتى يدين الفلاحين ويستغلهم بآخر السنة؟ أنا؟ شو هالحكي سيدي؟ طيب وين المصاري اللي كان مخبيها بالأوضة؟ لما فتشنا الأوضة ما لقينا شيء. سيدي ليش عم تتوجه لي إلي هالأسئلة هاي؟ لكن لمين بدي وجه التهمة يا عبد الجبار؟ كتار، أبو سعيد، أم مصطيف، حاتم، مصطفى، كتار سيدي. شو بدي عدلك لعدلك؟ يا عبد الجبار الجريمة كانت بقصد السرقة. ممكن سيدي. مين اللي قتل صابر؟ صدقني ما بعرف. تعرف العقالين لمين؟ لقيناهم بغرفة صابر. صدقني ما بعرف، يمكن صابر. غريب يا عبد الجبار، صارك بتعرف صابر 20 سنة وما بتعرف انه ما بيلبس عقال؟ شبنا ما ترد. سيدي جل الذي لا ينسى العتب على الكبر. فعلا صابر ما كان يلبس عقال. سيدي الغدا جاهز، شو رأيكم نتغدى سوا؟ لا شكرا، منأجلها لمرة تانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين معك شو بدك كاني أعمل يعني؟ قومي تحركي لنطلع على العين، بركي منشوف غادي أو سعيد ومنطمن. ما اشتقتي لسعيد؟ مالي عارفة شو قصته. أنا حاسة إنه مخبي عني شيء. مثل شو يعني؟ يا ميت أهلا وسهلا، زارنا القمر. القمر صفاء. شو منيرة مسكوا القاتل؟ لهلأ لا، بس البلد هديانة اليوم، لأول مرة ما بشوف حدا بطريقي أنا وجاي لعندكم. منيرة هون. أنا عارف ما رح آخذ الأخبار إلا منك. شو صار بين بيك والمقدم؟ ولازم أحمد؟ ولازم أحمد؟ نعم سيدي. إذا ضاع منك شيء شو بتعمل؟ بدور عليه سيدي. عظيم. إذا مضطر له وما لقيته بشتري غيره. حلو، بسرعة على سوق الضيعة وشف لي إذا حدا اشترى عقال جديد. حاضر سيدي. غازي شوفي هذا انت. شو بك ليش خفت؟ بالظاهر عم تفكر فيي. وهي انا اجيت. قلي شو محضر لي كلام حلو؟ شو ما بدك تحاكيني عن المستقبل مثل العاده؟ المستقبل؟ ايه المستقبل.
منيرة أرجوك تركيني لحالي. شو عم تقول؟ اشتقت لك وجيت شوفك وعم تقلي تركيني لحالي؟ شو معناته هالكلام؟ لا تكون حبيت وحدة غيري وما عاد بدك تشوفني. منيرة لا تفهميني غلط، أنا غازي شبك؟ ليش عم تبكي؟ غازي اوعى تكون تورطت مع حدا. لا لا ما تورطت، لا بس تركيني تركيني لوحدي. سعيد أكيد هالكلام اللي عم تقوله؟ طبعا، ولو في بالعادة أكذب عليكي؟ أبدا، كلها كام يوم بتم كل شيء. كيف؟ رح أحكي مع أبوك يأجل الموضوع شوي. بتعرفي اللي صار بالضيعة مو قليل، يعني مو معقول نعلن زواجنا والضيعة قايمة قاعدة. معك حق، بس في شيء شاغلني ومحيرني يا سعيد. شو هو؟ كيف رح تدبر المهر؟ من بيي، بقصد بيي رح يدين المبلغ من واحد صاحبه بالمدينة، دين على الموسم انه فيه. يا سلام عليك يا سعيد، أنا كنت واثقة منك ومن حبك إلي. صفاء أنا مستعد أعمل المستحيل لحتى أتزوجك، لا يمكن أتركك لواحد تاني. سعيد. نعم. أنا بحبك. شوفي الحق غازي. انت بتحب صابر يا غازي؟ مين ما بيحب العقصار؟ قتلته صابر؟ لا نحن ما قتلنا. لا حول المتهم غازي على التوقيف بتهمة قتل صابر، وبعث العناصر رح تلقوا القبض على سعيد. ما في ضرورة تقبضوا علي، هيا لقدامكم رح أوفر عليه وأحكي لك كل شيء. أنت أكيد مجنون مجنون مجنون، بس لا يمكن أترك هيك واحد يستغلي ويتحكم فيه، ولازم رجع ورق الأرض. شو رح تستفيد؟ رح أستفيد وأخدهم كل أهل الضيعة. سعيد أنا ماني موافق على فكرتك. اسمع، إذا ما وافقت على فكرتي لا أنت صاحبي ولا أنا بعرفك. سعيد أنا ماني موافق. خلصني يلا مشي قدام يلا روح. سعيد أنا خايف. أنا ما بعرف أخويك لهالدرجة. لك يعني أنا ما لي خايف خوف، بس رجلي عم ترجف. وكيف بدنا نفوت على البيت؟ نط نط يلا يلا. Thank you.
وين؟ هذا انتو؟ تعرفان وكل راحين ترجع. بشار الله شيل المسدس. ارجوك يا عم صابر لا تفهمنا غلط. افهمكم غلط؟ يديك النفوح، يديك النفوح، نفوح، نفوح. لا تحركوا، لا تحركوا يا حرامية. يا أهل الضيعة، يا أهل الضيعة. خليك يا أهل الضيعة. كملوني، راحت علينا. نكفوا ما مصير دم الناس. بدك تفضح. شبك شبك مش خايف. كل اللي صار مر بكين يخاف. الرجال مات ونحن اللي قتلناه. ما شفت اللي صار بعينك؟ بس مات لك ونحن اللي قتلناه. المهم غازي، غازي خليك طبيعي. هلا ارتحنا منه والضيعة كلها ارتحت منه كمان. يلا والصندوق، صندوق وينها قالت؟ اكيد وقع مني جوا. وهلا شو رح نعمل؟ بكره نشتري غيره. يلا يلا. اكيد يا سعيد هذا كل شيء صار. انا قلت اللي عملته. انا بعرف انه التهمه رح تلبسني انا وغازي، بس انا قلت الصدق. ولازم احمد هيك عم بتعيط؟ تعي لهون. خير يا بي؟ شافني حاتم ورد طلب ايدك مني. شو هالحكي يا ابو صفاء؟ الضيعة قايمة قاعدة ولسه يلي قتل صابر ما انعرف. يعني هلا مو وقت الحديث بهيك مواضيع. لا انعرف والكل عرف وانتو عرفتوا بس عم تتجاهلوا. ابو صفاء مو وقت هلا. امتى لكان؟ كنت بدي زوج بنتي لواحد قاتل وحرامي وانا ما لي خبر. بيي ارجوك بكفي. سيدي انا حاسس انك قلقان. لا ابدا مو قصة قلق، بس أنا حاسس إنه في شيء غلط. سعيد اعترف إنه العقال عقاله، طيب. وغازي قال إنه عقاله ضاع منه. طيب شو جابه لعند صابر؟ هي واحدة. والثانية إذا كانت الحادثة بسبب سرقة فوين الصندوق؟ ما بعتقد إنه سعيد وغازي أذكياء بحيث ما نكروا تعرضهم لصابر، بس انكروا قصة الصندوق ويمكن يكونوا مخبينه. ممكن، بس انا حاسس في حلقة ضايعة. وين ممكن نلاقيها؟ يا عند بعدين بتعرف كل شيء. صفاء بتشكي بكلامي يا صفاء؟ طيب ليش كنت عم تبكي لما قابلتك؟ لانه هذا اللي صار واعتبرنا حالنا مسؤولين عن موته. صدقيني يا صفاء ما قتلته. تقرير عم بيقول انه مات مخنوق. بعدين عقال غازي منين اجا؟ انا مصدقتك يا سعيد. طيب لكن كيف بدكم تثبتوا براءتكم؟ الصندوق اللي اختفى. الصندوق؟ مع أبي بالمضافة وخباه لما شاهدوني. أكيد يا منيرة. بس ماني شايفتك هلا. هذا براءة سعيد وغازي. لا
متقاتل بيعترف بشريكته. عم حاول اربط الخيوط مع بعض. بعتقد انه بدي قاتل حقيقي. بس مين؟ اكيد بكون سعيد وغازي. قصدك اللي حط عقال غازي بغرفة صابر؟ تمام سيدي. طب نحن ليش عم نستبعد عبد الجبار اخر؟ لاني ما في اي دليل تجاهه. حديث حاتم ولا نسيت؟ ما هو اللي خبرنا عن علاقة عبد الجبار اخر بصابر؟ يلي خبرنا اياه صحيح؟ مالي عرفان ليش اختار هالوقت هذا بالذات. وشغلي مهمه، ليش ما اعترف بتهديد سعيد له وهو اللي بهمه يتخلص من سعيد قبل عبد الجبار؟ لانه بده صفاء مثل ما فهمنا بالتحقيق من سعيد وغازي. فعلا رجعت الخيوط تشابك. والحل؟ الصندوق. لوين؟ لعند غازي وسعيد. رجعنا. يا بنتي لا تنسي انت بنت الاغا عيد، حاجتي كلام وجع راس. يا بي انا لا يمكن اتخلى عن غازي ولا عن سعيد. بالظاهر ما في امل منك. فوتي لجوا احسن ما كسر راسك. ها ما في شي بيمنعني اني اروح لعند غازي الا انك تذبحني. يا مجنونه، هذا واحد قاتل. لا، غازي بريء يا بي، وانت بتعرف منيح انه بريء. ومنين بدي اعرف؟ اسال حالك. كلامك بخوف. من امتى الاغا بخاف؟ هي اول مره بترفعي صوتك بوشي وبتردي علي. لانه اتضح لي انه الانسان اللي انت رافضه انسان شريف ونبيل وعم يضحي بحياته كرمالك. كرمالي انا؟ لو اعترف بالحقيقة من مبارح كان طلع براءة. وليش لحتى ما يعترف؟ شو اللي مانعه؟ أنا. أنت؟ حبه الكبير إلي وخوفه علي وعليك. ليش أنت اللي قتلتي صابر؟ يا بي حرام عليك، حرام. غازي ما بيستاهل. أنت ممكن تدافع عن نفسك، بس هو مين بده يدافع عنه؟ يا عالم أنا رح جن، ليش أنا شو عامل؟ يا بي بس أنت اللي أنا؟ المفروض في أوراق خاصة يا عبد الجبار. حرقت سيدي. بدي الحقيقة كاملة. سعيد، الرجال مات ونحن اللي قتلناه. ما شفت اللي صار بعينك؟ بس مات. قلك مو نحن اللي قتلناه. المهم غازي، غازي خليك طبيعي. هلا ارتحنا منه والدعاء كله ارتحت منه كمان. يلا
الولاد لسه بقيان يومين اجازه، ها يلا بكفوا.